السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج برمجة سي ام ام اس اللي هي حاجات خاصة بالمينتيننس، اسمه هيبو. هقول له عايز اعمل لوج ايه، تقدر منها تشوف كميات الحاجات اللي المفروض تتعمل عشان المينتيننس. تقدر منها تقول له انا عايز اشوف الديشبورد فيو بالشكل دوت، عبارة عن جدول الفاسيلتي، الحاجات البلانت بتاعت الريزورت، التوتالات دي ايه، البيمة دي، الديمند دي، هكذا. ده هنا عبارة عن النتيجة، تبدأ تشوف كل الأعمال اللي المفروض تتم والحاجات اللي تمت. تمام، إن كل الحاجات دي مثلا المفروض اللي هي باللون الأخضر دي اللي هي اتعملت، فبيبدأ يقول لي اللي أنا بتاعتها اهيت، ودي حاجات لسه في المستقبل لسه المفروض تتعمل. تقدر تعمل فلتر تقول له مثلا طب انا عايز مش كل الفاسيلتي، لا ده انا عايز نوع معين منها، انا عايز الحاجات اللي هي الستارت، وهكذا. هو بيبدأ يعمل سيرش ويبدأ يلغي الحاجات اللي انا مش عاملها في الفلتر. تقدر تشوف الفلتر ده في الويك، الدايز، المانسز بالشكل دوت. ممكن تشوفها على هيئة شكل بياني، تقدر منها تعمل سبميت ريكويست، ريكويست باي الاسم، الفاسيلتيز، تقدر تختار الحاجة اللي انت عايزها. ممكن تختار من خلال اللوكيشن، دول مثلا الاكيوبمنت، المكن او المعدات، وهكذا. الايميل تقدر تكتب الايميل والتليفون واسم الشخص، الايكوبمنت اهيت، الديسكريبشن فيكس، وكمل صميم. تقدر تيجي من هنا تقدر تشوف كل ورك اوردر ريكويست، اهو تلاقي متوافق عليها لما متوافقش. فبتبدأ تتبعت ليه الشخص المفروض يعمل الحاجة ديت. لو انت عملت ريجكت او عدم موافقة، فبيقول لك اكتب سبب عدم الموافقة، وهكذا. فهو ده بينظم عملية صيانة المبنى بتاعي، بحيث يبقى فيه عمليات دورية بتتعمل للصيانة، في ان انا ابعت شخص او ابعت مجموعة لعمل الصيانة، فبحدد لهم ايه المهمة المطلوبة بالظبط منهم والمكان بتاعهم فين. وهنا دي الريبورت التقارير، التاريخ بتاعها هيبقى من امتى لامتى،